المرحلة الأولى للحديث عنك. وإذا سمعت في القرآن ابن آدم يذكر وبني آدم تذكر فاعلم أن هذه القمة لك، فإنسانيتك ضعف وآدميتك قوة. لماذا؟ لأن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فنسي فلم نجد له عزما، والنسيان ليس أمرا يفتخر به. بينما آدم سمي آدم من الأدمة والأديم، والأديم أديم الأرض أي ظاهرها، وذلك يدل على التواضع وعلى أصل الخلقة، ومن تواضع لله رفعه. فعلى ذلك لم يذكر الله في القرآن آدم وبني آدم إلا ويذكر فضلا منه جل جلاله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. رأيتم الصورة؟ طيب تعالوا إلى الإنسان في القرآن وانظروا إلى الصورة المقابلة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إذن هذا الإنسان. فأنتم الآن تتشرفون بالإنسانية أو بالآدمية؟ فعندما نقول مع الغرب والشرق نحن الإنسانية ونكون نحقق الإنسانية فهذا هبوط منا، لكن عندما نقول الآدمية فهذه رفعة منا، فنسبتنا لآدم نسبتنا للنبوة، نسبتنا للتوبة، نسبتنا للتوحيد. أما نسبتنا للإنسان نسبتنا للنسيان، نسبتنا للجهل، نسبتنا للظلم، نسبتنا للهلع، للطمع، للجزع، لغير ذلك من الصفات التي لا تليق بنا يا بني آدم. إذن هل أنتم آدميون أم إنسانيون؟ آدميون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قلت لكم أن الشيء لا يخلو من حالين، إما أن يكون شيئا مذكور أو يكون شيئا غير مذكور، واضح؟ ما هو الشيء؟ الشيء هو الشيء الموجود، وكل عدم ليس بشيء، كل عدم ليس بشيء، فالشيء هو وجود الموجود حتى يكون شيئا. ولهذا قال الملائكة الذين يحملون العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل شيء خلقه الله وسعته رحمة الله، ومن هنا طمع إبليس في رحمة الله فقال: ربي وسعت كل شيء رحمة وأنا شيء، فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وكان هذا جانب من رحمة الله لإبليس، رغم لعنته مد له في العمر إلى قيام الساعة. لم يكن شيئا مذكورا. طيب كيف يصبح الإنسان شيئا مذكورا؟ يكون الإنسان شيئا مذكورا بثلاثة أمور. يكون الإنسان شيئا مذكورا بثلاثة أمور.
الأمر الأول إذا نفخت فيه الروح، الأمر الثاني إذا هدي للأعمال الصالحة، الأمر الثالث إذا ذكر الله في الأرض. ذكر الله، نفخت فيه الروح وذكر الله وهدي للأعمال الصالحة، بهذه الثلاث يكون شيئا مذكورا. مذكورا عند من؟ عند الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أرأيتم كيف ربط الشكر بالذكر؟ طيب اذكروني على ماذا؟ أول شيء تذكر الله عليه أن تذكر نعمة الله عليك فلا تنساها، لأنك إذا نسيتها كنت إنسانا، فإذا ذكرتها كنت شيئا مذكورا، لأنك ذاكر والذاكر يذكر. بينما إذا لم تذكر لم تكن شيئا مذكورا، لأنك غير ذاكر لينعمه، فكيف تكون مذكورا عنده؟ لهذا قال الله لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فمن ذكر ذكر، ومن لم يذكر لم يذكر. وعدم الذكر كفر بالنعمة وجحود لها. وأعظم شيء يذكر الله به توحيده جل جلاله بالأفعال التي لولاه لما كانت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا ذكر، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن ذكر نعمه دفعه ذلك لتوحيد الله وقول لا إله إلا الله. ومن جحد النعم جحد المنعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كان يقول ما شاء الله، ما أحسن الصورة التي خلقك الله عليها. فهل ذكرت الله؟ أضرب لك مثل حتى تعلم أن قليل من يذكر الله وقليل من يشكر الله وقليل من عبادي الشكور. لو فرضنا أن زيد من الناس مرض واتصل بالإسعاف، قالوا 99 ما أدري كم ولا حد جاء، واتصل بزيد صاحبه ما جاء، واتصل بعمر ما جاء، وهو مريض، وإذا به بالغلط يتصل على واحد يقول يا فلان ترى مريض، اتصلت بالإسعاف، اتصلت ببعض الزملاء ما حد جاء، قال أنا أجيك دحين، حرك الأخ سيارته ويجي يأخذ المريض هذا ويروح به المستشفى الخاص ويدفع فلوس، يقول والله الأخ معه مرض كلى ولا بد من استئصال الكلية فورا ولا بد من كلية جديدة والعملية تستغرق من الوقت كذا ومن المال كذا، قال أما المال خذوا وأما الكلية خذوا كليتي ركبوها له، وينام هذا المريض والصحيح بجنبه ويعطيه كلية، وبعد ما أعطاه الكلية يقول والله عنده مشكلة في الدم نحتاج إلى دم خذوا دمي، والله الموضوع أيضا نحتاج زيادة فلوس خذوا بطاقة صراف واسحبوا ما شئتم. بعد نهاية العملية هذه الرجل أعطاه كلية، أعطاه دم، أعطاه فلوس، أعطاه وقت
وأخذها من بيته ورجعها بيته سليم معافى. كم يوم هذا الرجل يتكلم عن هذا الشخص الآخر، يتكلم عنه يذكره، الله يجزيه بالخير ويتصل، ترى فلان لولا الله، ثم فلان، والله ترى فلان، ويذكر فلان هذا في كل مجلس، في كل مكان، في كل زمان، لأن أعطاه كلية واحدة، وأعطاه كم قطرة من الدم، وأعطاه كم من الفلوس، وأعطاه كم من الوقت، لكن الله الذي أعطاه كليتين وعينين ولسانا وشفتين والدم كله منه واللحم كله منه والعظم كله منه والوقت كله منه، وما بكم من نعمة فمن الله، قديش تذكر؟ شفتوا الفرق؟ مستعدين أن نذكر الخلق، ولكن استعدادنا لذكر الله ضعيف. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب ما الذي جعله شيئا مذكورا؟ طيب خلينا نشوف كيف أصبح الإنسان شيئا مذكورا. نبدأ بالإنسان الأول آدم، كيف أصبح آدم آدم؟ لما أراد الله خلق آدم عقد مؤتمرا في السماوات، جميع الملائكة يكلمهم الله، كلهم الآن يستمعون لله. وإذ قال الله للملائكة، ماذا قال لهم؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا خطاب، إني خالق بشرا من طين. إذن هذا الخليفة بشر وهذا الخليفة من طين، وأنا يعني رب العالمين الذي سأجعله خليفة في الأرض. طيب هذا خبر، كل الملائكة سمعوا هذا الخبر فقالوا لعل في أنفسهم الله يريد أن تكون عبادة في الأرض كما له عبادة في السماء، لماذا لا نقدم عرض أن نحن نتولى عبادته في الأرض كما عبدناه في السماء؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن معاشر الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن يا الملائكة مستعدين ننزل للأرض فنعبدك في الأرض فلا تعصى لا في الأرض ولا في السماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قضي الأمر، جاء الأمر لملك الموت، يا ملك الموت انزل إلى الأرض فاقبض من أديمها قبضة وارفعها وضعها ما بين سدرة المنتهى وجنة المأوى. نزل ملك الموت فقبض من أديم الأرض أعلاها قبضة وعلى بها ووضعها بين سدرة المنتهى وجنة المأوى، مزج ذلك التراب بماء، وليس أي ماء، ماء هناك وما أدراك ما هناك، فأصبح التراب طين. ثم استمر 40 سنة والطين في خلال 40 تغير حتى أصبح صلصال يابس من حمأ مسنون. ووقتئذ إبليس مر على آدم فضرب بطنه قبل نفخ الروح، فإذا بصوت، أي شيء مجوف إذا ضربته يطلع صوت مثل الطبل، قال مجوف لا بد أن يملأ جوفه. عندئذ استكبر إبليس واعتقد الخيرة أنه خير منه، والله يقول للملائكة فإذا سويته 1 ونفخت فيه من روحي 2 فقعوا له ساجدين 3. فالملائكة تنتظر لحظة نفخ الروح في آدم لتسجد، وفعلا جاءت اللحظة ونفخ الله في آدم من روحه، وبدأت الروح تدب في جسد آدم، دخلت في رأسه
ونزلت إلى صدره فعطس، أول حركة العطاس، فأنطقه الله بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الملائكة كلهم أجمعون لآدم: رحمك ربك. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحدث وهذا الحديث فواتح القرآن وفواتح فاتحة القرآن: الحمد لله رب العالمين التي نطق بها آدم، الرحمن الرحيم حيث قال الملائكة له: يرحمك الله. ثم لما قال الملائكة له: رحمك ربك، أصبح الحمد وأصبحت الرحمة هذان متلازمان، حيثما يوجد الحمد توجد الرحمة، وحيثما يفقد الحمد توجد اللعنة. فمن الحمد استجابة الاستجابة لله، لأن من استجاب فقد حمد، ومن لم يستجب فليس بحامد، ومن حمد فقد شكر، ومن لم يحمد فليس بشاكر. هنا قال الله لإبليس: ما منعك، طبعا بعد ما تكون آدم وسجد الملائكة له كلهم أجمعون، علمه الله الأسماء، قال الله لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ تعرفون القصة. قال: أنا خير منه، لأن إبليس نظر لأصل الخلقة، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس يعمل بالقياس، يقول: النار أقرب إلى النور، والطين بعيد عن النور، والنور خلق منه الملائكة. طيب الملائكة الذين هم خير منك يا إبليس قد سجدوا، فكيف لا تسجد أنت؟ إذا كان النور خير من النار وسجد النور، فكيف لا تسجد النار؟ إلى آخر ذلك. الشاهد: لم يكن آدم قبل هذه اللحظة شيئا مذكورا إلا بعدما أخبر الله عنه، ثم قال عن الإنسان الثاني. الإنسان الثاني هم جميع بني آدم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سأل واحد سؤال، قال: لماذا خلقت حواء من ضلع آدم؟ لما لم تخلق من رأسه أو من يده أو من رجله؟ فأجابه حكيم، قال: لو خلقت حواء من رأسك لطلعت على رأسك، ولو خلقت من رجليك لدستها برجليك، لكن خلقت من الضلع لتكون إلى القلب أقرب فتحمى وتحفظ. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. بث منهما، كيف بث منهما؟ هذا ما تبينه سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تجدون في القرآن تارة يقول من نطفة، وتارة يقول من علقة، وتارة يقول من مضغة. مثلا في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، من نطفة أمشاج نبتليه، يعني من أجل أن نبتليه. في سورة السجدة قال الله عز وجل: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما تم من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتفكرون. يدبر الأمر من السماء أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة. شوف هنا قال نطفة
في السجدة قال سلالة من ماء مهين. طيب ما الفرق بين السلالة وبين النطفة وبين العلقة وبين المضغة؟ في سورة الطارق يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الآن لو أردنا أن ننظر إلى هذا الإنسان كيف تكون، اللي هو الإنسان الثاني ليس الإنسان الأول، آدم عرفنا، الآن نأتي لي الإنسان الثاني أنا وأنت. الإنسانية على أربعة أحوال، منها ما ليس له أب ولا أم وهو آدم، ومنها ما ليس له أم وله أب وهي حواء، ومنها ما ليس له أب وله أم وهو عيسى، وسائر الناس بعد ذلك من أب وأم. واضح؟ طيب، الناس من أب وأم، هنالك الماء هذا الذي خلق منه الإنسان كيف تكون؟ المني، المني يتكون من الدم، المني خلاصة الدم. واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. هذا في واحد حكيم ملك كبرت سنه وضعف عظمه وجمع الحكماء والأطباء وقال لكم 3 أيام طعامكم يأتيكم وشرابكم يأتيكم، تتفقوا على حاجة تدفع البلاء تحافظ على الصحة أو تقتلون جميعا. بعد 3 أيام من عصر الذهن اتفقوا على 3 مسائل مهلكة و3 مسائل منجية، 3 مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام. 3 مهلكات للصحة، ممرضات للأبدان: مدامة وطئ كثرة الجماع، ومدام كأس شرب الخمر، وإدخال الطعام على الطعام. تأكل وتروح تأكل مرة ثانية، الأكل الغير منظم ممرض. الشاهد أن هذا الماء المني يتكون من الغذاء. بالنسبة للرجل، مصنع المني عند الرجل ظهره صلب، ومصنع المني عند المرأة صدرها، وهذا ما ذكرته سورة الطارق. قالت: من ماء دافق يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب، ترائب المرأة، ترائب تطلق على الثديين، فمن بين الثديين مصنع شهوة المرأة، ومن الصلب الظهر شهوة الرجل، وكلما قوي صلب الرجل كلما قويت شهوته، وهكذا. إذن يقول الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة. النطفة هي الأمشاج، قبل النطفة ماء، إذا اجتمع ماء المرأة مع ماء الرجل كانت النطفة. في سورة السجدة قال: من سلالة من ماء مهين، هذه السلالة من الرجل وسلالة من المرأة، فإذا اختلطت السلالتان كانت النطفة. هذه النطفة أمشاج، ولا تخلو هذه النطفة من 3 أحوال: إما أن يغلب ماء الرجل عليها ماء المرأة، وإما أن يغلب ماء المرأة ماء الرجل، وإما أن يتساويا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى. هذا من حيث الأصل. طيب، إذا تساويا في الغالب يكون هذه حادثة الخنثى، يكون في ذكر من جهة وأنثى من جهة. طيب، من نطفة أمشاج نبتليه. النطفة كيف تكون ومتى تستقر وهل لها من قرار؟ هذه النطفة إذا خرجت البويضة من المرأة والحيوان المنوي، طبعا مع الحيوان آلاف الحيوانات ومع المويضة مئات البويضات، فهذه البويضات كلها إلا واحدة
وهذه الحيوانات كلها تهلك إلا واحد، فإذا اجتمع هذا بهذه كانت النطفة تمكث 40 يوما كما مكث آدم 40 سنة. وهذا من فضل الله أن خلى المكث 40 يوما وليست 40 سنة. 40 يوما نطفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. خلال 40 يوم النطفة كأنها رحلة بحث عن قرار، تجوب هذه النطفة الرحم كله وهي تتعلق فيه، فتمر بجدرانه، تمر تلفه، فإذا وجدت المكان المناسب، ولكل نطفة قرارا في الرحم غير القرار الذي تستقر من النطفة الثانية. مثل ما لو واحد دخل مدينة جدة يقول هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان، كذلك الرحم مقسم على النطف، نطفة فلان في هذا المكان، ونطفة أخوه هنا، ونطفة الثاني هنا، والثالث هنا، وهكذا لكل مكان، لكل شخص علقة، مكان تعلق في الرحم غير مكان تعلق أخوه. يبدأ 40 يوم تبحث، فإذا وجدت المكان تعلقت فيه، خلاص هذا المكان. فإذا تعلقت تجلس 40 يوم متعلقة. خلال التعلق هذا يحصل التعلق القلبي بالنطف. هذا التعلق الذي يحصل ما بين المرأة الأم وبين العلقة هو بداية الحب والحنان ما بين الأم والطفل. ولذلك تجد أن المرأة في هذه المرحلة يبدأ معها ما يسمى بماذا؟ الوحم. تصبح تتنرفس وتزعل وتختلف أجواءها. في الشهر الثالث في منتصف 40 الثانية، عرفت؟ ثم بعد ذلك يستمر، بعض الحريم يستمر مع شهر، بعضهم يزيد، ثم يأتي إلى العلقة. بعد العلقة تأتي المضغة. المضغة إذا حصلت انفصلت النطفة من التعلق في جدار الرحم فتصبح مضغة. إذا أصبحت مضغة تنقسم إلى قسمين: المضغة المخلقة التي سيخلق منها الجنين، والمضغة غير المخلقة التي هي مداد ومدد للجنين وتسمى المشيمة. ولو نظرت، تعرف الرقم 8 بالإنجليزي، في دائرتين، هكذا دائرة المشيمة ودائرة النطفة المخلقة، المشيمة المضغة غير المخلقة ودائرة المضغة المخلقة. المضغة المخلقة إما أن يكون فيها 1 أو 2 أو 3 على حسب ما يريد الله عز وجل خلقه. هذه المرحلة، مرحلة المضغة، إذا رأيت بالعين المجردة تقول هذه مضغة، مثل من أخذ لحم فمضغه بأسنانه، لكن الحقيقة أنه تكوين تم فيه تفصيل اللحم، تفصيل الأجهزة، ثم هذه المضغة أول شيء يتكون فيها الهيكل العظمي. يصبح اللحم ينتقل من لحم إلى عظم، فيتكون الهيكل العظمي، الرأس نقطة، الظهر نقطة، الأطراف صغيرين ما تراهم بالعين المجردة. ثم بعد ذلك يقوى الهيكل العظمي ويكبر، ويدخل الإنسان في مرحلة نفخ الروح، تنفخ في الروح في تمام الشهر الرابع، ثم يبدأ يكبر وينمو، والقلب يبدأ يضخ الدم وتبدأ نبضات القلب. ثم بعد ذلك عندما يصل إلى الشهر السادس يكتمل، يصبح مستعد أن يخرج، ولكن يبقى إلى الشهر السابع، الثامن، التاسع. 3 شهور هذه عبارة عن زيادة قوة، أما الجنين يكتمل خلقه في الشهر السادس. ولهذا قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 شهر رضاعة و6 أشهر أقل الحمل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ليش؟ سؤال يطرح نفسه، لماذا كل هذا؟ نبتليه، يعني من أجل أن نبتليه، من أجل أن نختبره. هل يشكرنا على كل هذه الأفعال اللي عملنا له؟ والله لا.